مصر تحديدا ليها مواجهة هذه يعني التحديات؟ خبرة في هذا المجال، مجال مكافحة الإرهاب يعني، وفي وقت من الأوقات كانت تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع يعني. ده حقيقي. وبعدين مصر لديها تجربة فريدة مميزة، أنها كانت دايما يعني تسير بمسارين متوازيين، مسار مكافحة الإرهاب واستئصال هذا الفكر الإرهابي والقضاء على مسار البنية التنمية التحتية للإرهاب ومسار التنمية. صحيح. وهذا نموذج مهم يعني، لم يعرقل أو يعطل محاربة الإرهاب التنمية، وإنما هيك سار متكاملان. هيك أشرت لنقطة في غاية الأهمية، وفكرة اضطراب العالم في الوقت الحالي، ويعني الكل يشاهد ويتابع التوتر الموجود سواء كان في أوكرانيا وروسيا، ويعني انتفاض العالم من جديد. وربما شبه يعني المحللين والمتابعين لهذا المشهد بإعادة صياغة لدول العالم من جديد والقوى العظمى من جديد. أهمية استقرار منطقة الخليج تحديدا في هذا الوقت. منطقة الخليج تمثل منطقة مهمة يعني اقتصاديا واستراتيجيا وامنيا. منطقة اقتصاديا من يعني المنطقة الاولى في العالم في تصدير، في امن الطاقة، في تصدير النفط والغاز، وبالتالي استقرار الخليج يؤمن الاقتصاد العالمي ويؤمن امن الطاقة العالمي. وفي ظل الان هناك عقوبات على روسيا، وبالتالي حتى بدأت تنعكس في يعني ارتفاع مع اسعار النفط عالميا، في ازمة ارتفاع اسعار أول في مرة وصل تقريبا وصل اول مرة لميت غير مسبوق طبعا، نعم. وارتفاع الاسعار في اوروبا. يعني العالم يشهد مرحلة من الغلاء شديد بسبب هذه التوترات وهذه الظروف، وبالتالي امن الخليج يمثل أهمية كبيرة، لان على مدار التاريخ العقود الماضية كان دايما الخليج في ظل الازمات الكبرى هو الذي كان يؤمن، بالذات المملكه العربيه السعوديه تؤمن امدادات العالم من النفط ومن الغاز، بحيث تحقق نوع من الاستقرار والتوازن توازن بين العرض والطلب والاسعار العالميه. وبالتالي هنا تاكيد الرئيس السيسي على امن الخليج وعلى وحده الخليج والاستقرار الخليج، ويمثل اهميه ليس فقط لمصر والدول العربيه ولكن نعم. اهميه للعالم كله. وبالتالي هنا الرساله الاهم في هذه الزيارة وفي هذه العلاقات هي تأكيد أخوية العلاقات بين البلدين، هي مصير مشترك ومستقبل مشترك. هي دائما تؤكد أن هناك تعاون وتطور مستمر، تؤكد دائما أن مصر هي الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، ودائما بكل إمكانياتها تسخرها لحماية أمن الدول العربية. أيضا صحيح. تؤكد أن تطابق وجهات النظر فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات، القضايا، التحديات، مواجهة المخاطر، الإرهاب، التدخلات الخارجية، لأن كان هناك بعض الأطراف تحاول العبث بأبناء الخليج والدول الخليجية. لكن أنا في اعتقادي أن دائما أن مصر بمنهاجها ودائما بتوفير مظلة عربية للتعاون والأمن والتنسيق بالتأكيد تمثل أهمية أكثر. كبيرة.